أهلا ومرحبا معاكم أخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. في ناس تسأل يقولك والله أنا أبغي أعمل تقاسيم من غير ما أحط إيدي على اللفت، يعني أخلي الصوت شغال من غير ما أحط إيدي على اللفت ومن غير ما يشتغل الإيقاع. طيب الحين أنا حاط اللي هو الإيقاع في الشامي، الإيقاع اللي هو وحدة ميكس. أوكي، هذا الوحدة الميكس زين. وتلاحظ ما في اي صوت، يعني اي صوت ثابت. طبعا انت عندك اللفت، في واحد سألني عن اللفت، انت اللفت تختار، بس اللي ابغى اوضحه ان اللفت ما بيكون معاك ثابت هني في اصوات العود وفي اصوات البيانو، لازم تحط صوت مثل الكمانجات، الاصوات اللي هي الطويلة المدى، يعني مثل الباد، مثل السينث، مثل الوتريات. يعني الحين بجرب معاك احط عود في الليفت، ما يثبت. اسمع، راح شوف، مع اني انا مشغل الليفت بس شوف ما يثبت. كيف بتعزف عليه تقاسيم؟ لكن اذا اخترت مثلا الوتريات، بنختار صوت الوتريات، شوف يثبت معاك. اسمع، انت هني تروم تعزف على اليمين التقاسيم اللي تباها وتثبت الكورد اللي انت تباه، وتقدر بعد تغير كوردات. اسمع وانت تعزف التقاسيم. طيب هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، انا متأكد ان في ناس اليوماها نزلت قبل عند الاي 3000، لما نزلوا الاي 3000 في ايقاع نزل اسمه تقاسيم، هذاك مسواه مسجل ايقاع اسمه تقاسيم، يعني حاطين لك بس في بيز ومصاحبات من غير ايقاعات حق التقاسيم. هذا انت تقدر تعمله حق اي ايقاع هني عندك. كيف الطريقه؟ مثلا يقول لك والله انا واحده ابغى اعزف، ابغى تقاسيم اعزف من غير ايقاعات. طيب انت عندك الطريقه، تروح، انا احب اختار هذا الشامي ميكس، وحده ميكس، اسمعه، هذا كيف بعزف عليه تقاسيم الحين مع الايقاعات. انا ما روم، انا ابغيه بدون ايقاعات. انا بقول لك الطريقه بسيطه جدا، تختار الايقاع وتروح منيو كانك بتسجل ايقاع جديد، تروح على ستايل كريتر، طلع لك هو الايقاع، تشوف وحده ميكس، انت لا تسوي ايقاع جديد عليه نفس الايقاع، عليك انك تهني تعمل ديليت حق ريثم واحد وريثم اثنين، وتخلي البيز والمصاحبات هذا كله تلغيهم. تهني عند هذا اول واحد تلغيه، يس، شوف تلغى عندك. عقبتي تخوز، لازم تخوز التسجيل، تخليه اخضر. عقبتي عندي ايقاع رقم اثنين، ريثم اثنين، خلاص. الحين اسمع، اصبح معك شو؟ بيز مع المصاحبات بس، فقط استوالك كأنه تقاسيم. بس للعلم ملاحظة، انت الحين هني لغيت بس اللي هو اللي هو الفيرجن رقم اللي هو بس في البي، فانت تبغي ايقاع كامل لازم تمر عليهم واحد واحد وتلغيهم فيهم كلهم، حتى في الفل، حتى في البريك، حتى في الاند، تمسحهم كاملين بنفس الطريقة، تروح عندهم كلهم. احنا انا مسحتني الايقاعات في البي، شوف عقب شو اروح عند الاي، شوف طلع معاك، تعمل نفس الطريقة، تمسح الديليت، ديليت نفس الطريقة زين. تروح بعد وين؟ عند السي، بعد نفس الطريقة تخوز التسجيل، تمسح الدرم، شوف تمسح تركين الدرم، لاحظ الحين كلهم بدون ايقاعات، شوف انزين. تروح بعد وين؟ تروح عند الدي، شوف تمسح هني نفس الشيء، تحوله اخضر وتمسح هني، شوف الحين كلهم تحولوا بدون ايقاعات، الاي والبي والسي، ونفس كذلك شوف البريك وذي واذا والبريك والاندنج والانترو. اذا انت ما تبغى طول عمرك بس تبغي فيرجن واحد للاي، تسوي الواحد، عقب تروح تطلع تسيف، خلاص سيف، وتختار هني وتسميه وحده ميكس، مثلا ما نسميه تقاسيم، تقاسيم، هذا وحده ميكس تقاسيم. عقب تدق اوكي، خلاص تطلع اكزت، تروح عند اليوزر، هذا عندك وحدة ميكس تقاسيم، نسمعها مع بعض خلاص بدون الانترو. طبعا انا ما لغيت الانترو، خلي على طول على الاي لانه ما في قاعد.
على طول. شوف شوف، تعزف عليه تقاسيمه زين، تنتقل عند البي. شوف بس يروح عند السي، وتعزف عليهم تقاسيم. وبالطريقة هاي انت سويت ايقاع تقاسيم خاص فيك انت، مثل ما علمتك الطريقة. تروح عند اي ايقاع وتلغي، تروح كأنك بتعمل تسجيل ايقاع جديد، بس ما تعمل جديد على نفس الايقاع، تلغي اول تركين اللي هو ريثم واحد ريثم اثنين وتسيف بس، واستوي عندك ايقاع تقاسيم. ومثل ما قلت لك اللفت تبغيه يشتغل معاك على طول وبدون ما ينقطع، لازم تختار اصوات اللي هي الطويلة، الوتريات مثل الباد وهالشغلات. مثل شوف شوف، تبغي على كورد واحد يتم ماشي معاك، شوف ما يوقف. لكن بتحط لي بيانو، بيانو خلاص يقطع. بهاي الطريقة أتمنى أن أكون وصلت المعلومة، وأنه هو اللي أنتم تسألون عنه. وإلى اللقاء مع معلومة جديدة.